ريحة يعني رهيبة. هلا حنوارب شوي وهلا حنعيد مع بعض. بس خلينا اول اشي ندوقها كيف صارت. شو انا بدوق لك شو بتحب؟ حاعطيكي معلقة. المرة الجاية ولا عليكم أمر بدنا بصارة إن شاء الله يا وردة بنحطها مع القائمة. بصارة بصارة أمي بصارة. آه بصارة بصارة معروفة أكثر إشي عند المصارة. صح نعم نعم. وردة من وين بتتابعينا؟ من الزرقاء. آه صح كأنه من الزرقاء. صراحة مش طبيعي الوضع. خذي يا مريم حطيني أدوق. دوقي بس هيك حرقت امك. والله حرقت امي انا. خذي المعلقه ودبري امورك. اوكي اعطيني المعلقه انا راح اخذ. شوف هاي انفخ عليها شوي خلي. لا النفخ على الطعام لا يجوز. حرام حرام انا بمزح بحكي لهم امي ينفخوا يعني نفختهم بدها توصل. يعني ديروا بالكم لا تردوا على المذيعه. لا تردوا علي. نعم بس انفخ. هي خليها تبرد. شو المشكله؟ انا احس على فكره هاي الاكله بتمتاز كل ما بردت كل ما كانت اطيب. وهي هي المزة الحامضة هي بتشهي فيها. هلا كمان حنضيف على الخلطة هاي دبس الرمان. طيبة والله. بالله عليكي. طيب على أساس إني أول مرة باكلها. أنا امبارح حطيت ملك العزلة متذوق بذلك. يعني بعتيني بالخصاء. أوكي أوكي. يا. اسمك مذيعة؟ اسمي مذيعة. هذا لقب لقبوني يا متابعين وأنا أعتز وأفتخر فيه. شهيتيني اعملها بس للاسف القولون. جيبي يا رمان حلو عايدة. استخدمي الرمان الحلو يا عايدة. في رمان يا امي حلو استخدمي. سارة وعليكم السلام حبيبتي. شو عاملين اكل؟ عاملين رمانية اكل شعبية فلسطينية 100%. هلا عم نجهز حشوة للفطيرة التركية. اضحكي يا رواد اضحكي. جات لكم في بي ان. في مشكلة بالفي بي ان الفترة هاي مش عارفة ليه. هلا طيب. شايف محمد اهلا وسهلا. حياكم الله جميعا اهلا وسهلا فيكم. خلي موارد اماني يا امي ممكن تعمل يوم في اكل صحي ان شاء الله. اكيد من عيوني يا اماني. تكرمي تكرمي ليش لا. لانك جديده عندنا عشان سالتي. يسعدك يسعد وجودك يا ام حسام. اهلا وسهلا فيك حبيبتي. كل الاسئله تكرمي بجاوبك واي سؤال اي استفسار ضمن المحتوى على الخاص. الخاص مفتوح. اللي ما اكل رمانيه ما بعيش شهنيه. اطبخ رمانيه كله بتشهي. الله كانت تيتا تعملنا كثير طيبه صح وانا على قلبك يا صراحه الرمانيه عالم. كثير طيب مذيعه. دوق الطبخه. دقتها والله زاكيه يا بندر. تمام 100%. شو هي الرمانيه قايله؟ هذه طبخه شعبيه فلسطينيه. نعم تراثيه. وهلا ان شاء الله بنعيد. حنعيدها ان شاء الله. ريما بتقول لك عادي لو نستعمل عصير رمان جاهز؟ لا لا طبعا لا طبعا لا. لانه يا لا امي لا. العصير الرمان الجاهز اول شيء في مواد حافظه. ثاني شيء ما بيعطيكي نكهه الرمان. حلو. يعني انت ممكن تجيبي من عند بيعصروا هدول بالمحلات من محلات الكوكتيل على فكره بيعصروا لك. خلي يعصر لك قنينه. اساسي كان